صباح الورد والفل ولي ياسمين. مشاهدينا وين ما توصلكم تصويرتنا وصوتنا، سعيده باش نكون معاكم في بدايه اسبوع وانطلاقه اسبوع جديده. اليوم الاثنين 26 جوان 2023، موعد جديد يتجدد مع القناه الوطنيه الاولى في نفس التوقيت نفس الموعد. يهزكم لنسمه صباحيه، النسمه هذه تهزنا للانغام، تهزنا لمواعيد اخباريه بعد شويه مع حنان القاسمي، نعملوا اطلالتنا على الجهات، وايضا باش يكون معنا اكثر من ضيف هوني حضورا في بلاتو بعد شويه. نحكي على هامش قبيله تقريبا اقل من 24 ساعه على عيد الاضحى المبارك، كل عام وانتم حيين بالف خير. باش يجي بحثنا بعد شويه سي طارق بن جازية، رئيس المدير العام لشركه اللحوم، نحكي مره اخرى على الاضاحي، اضاحي العيد توفرها في الاسواق، نحكي على الاسعار الحاليه اللي موجوده، ضبط التسعيره والتحكم فيها، لي روتارداتير اللي مازالوا مشراوش نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك، وحقيقة انخفاض الأسعار فيها. هذا إن شاء الله بعد بشيخ جزء هام من بداية اللقاء متاعنا بالنسبة لليوم. جينا كيف كيف بعد شوية مروة بن عرفي أخصائية نفسانية باش نحكي على هامش العطلة الصيفية اللي انطلقت بنسبة كبيرة بالنسبة للإعدادي والثانوي، نحكي على إدمان الشاشات مرة أخرى، نحكي على صغيراتنا والهوس والتعلق الكبير، الإدمان اللي يوصل للإدمان بالشاشات، نحكيه على التابلات، نحكيه على التليفونات، نحكيه أيضا على شاشات التلفزيون. اليوم شنو هي المخاطر مرة أخرى وبعض الحلول، تجينا من مروة بن عرفي. نحكيه أيضا على عطلة آمنة بالعودة إلى نسبة وعدد وإحصائيات الحوادث الأخيرة اللي وصلت تجاوز الجرحى إلى القتلى، ربي يرحمهم وينعمهم، وأكيد هذه باش يكون لنا مدعاة مرة أخرى باش نتناول موضوع حوادث الطرقات والعطلة الآمنة بعد شوية، هذية باش يكون في الجزء الثاني تقريبا من لقانا بالنسبة لليوم. هذا وأكثر إلى جانب الفقرات اللي تعودتوا بهم، مراكز التكوين المهني، الفقرة الثقافية، وانفتاحنا على الجهات من خلال تقنية الستريمينج. مرحبا بكم من توا إلى حدود منتصف النهار. هذه صفية الشامية تغني لكم الناس الكل وتقول لكم راجعين بعد النغم باش نستقبل حنان القاسمي بعد النغم هذية في أخبار الجهات. غنت لنا صفية الشامية، يا خسارة ما عندوش احساس، هو عديم الاحساس يظهر لي، اللي يخلي امراة بالفيانة هذه الكل وبالاحاسيس اللي خلقها بهم ربي الكل توصل تبكي. دونك احنا ان شاء الله ايامكم كلها سعادة وفرحة وضامرة لغنية كما ريناها. ان شاء الله مرة اخرى نتمنى كل الناس اللي قاعدين يتفرجوا فينا داخل الجمهورية التونسية هو خارجها، كل الاخوة العرب ايضا اللي يعيشوا بيناتنا ومعنا في تونس، ان شاء الله عيدكم مبروك بالمسابق، نبداو تهانينا بالعيد من اليوم. اذا كنت تحبوا تتواصلوا معنا عن طريق الهاتف زاد مرحبا بكم، تهانيكم ان شاء الله توصل لحبابكم واصحابكم وعائلتكم بدايه من اليوم على القناه الوطنيه الاولى. باش نعدكم ببرمجه سبيسيال ان شاء الله بدايه من يوم العيد، يوم الاربعاء وثاني عيد على القناه الوطنيه الاولى. احنا باش نكونوا سبيسيال شويه في مواكبتنا للعيد، في عددنا الاخير للموسم، يكون ختامي للموسم ككل ان شاء الله، باش تراو اجواء عيد الاضحى في نسمه الصباح نهار الاربعاء صباحا. نمشيو لصابرين اللي معاها يوم يوميا نكتشف دبارة مميزة. صباح الورد والفل والياسمين يا صابرين. صباح الخير إيناس، صباح الخير المشاهدين متاعنا الكل. اليوم باش نكملوا بدبارة سهلة وخفيفة حتى لين نجي دبارة العيد، هذاك علاش اليوم باش نختموها إن شاء الله مع كسكسي، باش نعملوا بالدجاجة هكا. اليوم باش نعملوا حاجات للعباد اللي ما تاكلش اللحم، خاطر إن شاء الله الحلقة الجاية والحصة الجاية باش تكون فيها برشا حاجات، أفكار كيفاش نجموا نعملوا اللحم المفروم بروشيت، وإلا مش باش نحرق المراحل، أما تابعونا إن شاء الله في حلقة العيد. بالنسبة اليوم كما قلت لكم باش نعملوا كسكسي، كسكسي بالدجاج والزبيب، معاه باش نعملوا بركات سالي، وباش نعملوا تختة اللي هي باش تكون بات فويتي مع تفاح كراميل. الكسكسي المكونات نتاعو كيما العادة، عندنا الكسكسي دجاج، اخترت أنا اليوم نزيدو زبيب، عندنا لفاحات نتاعو، ملح فلفل أكحل، كركم، فلفل زينة، أكيد زيت زيتونة، الخضرة نتاعو بطاطس في النارية، حشنا بالطماطم بالبصل، هذوما المكونات واضحين أمامكم على الشاشة. وديما نقول لكم الطماطم الفرشكة تبان برشا الماكلة، ماذا بينا نحطوها ديما في التطيب نتاعنا. ومعاهم باش نعملوا دي باركيت سالي ولا ميني تاخت سالي، حشنا بالقوطة بجبن العظم، حاجة باش تكون سهلة وخفيفة برشا، هذوما المكونات نتاعنا، وأكيد قيدوهم شوي آخر نبداو مع بعضنا.
نحيي الكل الفنانين التوانسة. بالحق اليوم نفخر وقت نلقاو عنا ريبرتوار من الأغاني، خاصة نحكيو على مؤسسة التلفزة التونسية بأرشيفها بحجم وثقل الأرشيف الوطني اللي عنا. هوني في البلاتو الفرعي يوميا نفتح نفذة على الجهات، سعيدة باش نحييهم الكل من خلال أخبار الجهات وحنان القاسمي. صباحك ورد وفل وياسمين وبداية أسبوع سعيدة. شكرا ليك، صباح الخير إيناس، صباح الفل والورد والياسمين لأحلى مشاهدينا ولأوفياء القناة الوطنية الأولى. كالعادة حنان، وخليني نذكر اليوم هي الحلقة الختامية، كما نحسبوش حلقة العيد، دونك إن شاء الله هذه آخر ما قبل خلينا نقولوا اللقاء الأخير مع السادة المشاهدين. خلينا نحكيو حوصلة فقط على أخبار الجهات باعتباره أنه موسم كامل كانت موجودة في إطلالة يومية في الجزء اللي معايا، وإلا في تقديم مع زيادة أهنية، دونك كانت فرصة باش نحييو الجهات، وكانت فرصة أيضا باش نطلع على أخبار الجهات. صحيح، كنا معهم رافقناهم من خلال فقرة أخبار الجهات وفقرات أخرى. فقرة أخبار الجهات اللي كنا من خلال استوديو معناتها هذا هوني في مؤسسة التلفزة التونسية، زيارة نمشي وإحنا قاعدين في أماكننا، نزوروا جهاتنا الكل، نزوروا الولايات ونزوروا أيضا المعتمديات، العمادات، الأماكن، ممكن بلايص عمرنا ما سمعنا بهم، فما مشاهدين ما سمعوش بهم لأول مرة. أعطيناهم الحظ، أعطيناهم الفرصة باش يكونوا هوني حاضرين معانا في الاستوديو مؤسسة التلفزة التونسية، وباش يوصل صوتهم للمسؤولين. وحاولنا في أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة انه نجتهدوا انه نوصلوا صوت، وانه كنا نجم نقولوا موافقين من خلال تفاعل المسؤولين في اكثر من مره، من اعلى سلطه رئاسه الجمهوريه، المسؤولين، الولايات، الوزراء، والكل باش وصل صوت التوانسه، وهذا الحمد لله. وان شاء الله احنا حاولنا قدر الامكان انه نعطيو اكثر من جهدنا ونعطيو من جهدنا باش نقدموا الصوره باهيه للمشاهد وماده اعلاميه. ان شاء الله كنا موافقين، ان شاء الله يكونوا فرحوا بها اهالينا في الجهات. انت قلت فرصه وحظ للبعض منهم، وهو حق ايضا حق ليهم في تلفزتهم، في تلفزه المؤسسه أكيد. العموميه، في المرفق العمومي هذايا. ما ننساوش وحدتنا الجهويه ايناس اللي هما ديما يكونوا على عين المكان من خلال سور تيران ويحاولوا يوصلوا صوتهم، اذا كان ما توفرتش الامكانيات حاولنا احنا من هذا المنبر نوصلوا صوتهم. احنا وصلنا المعلومه باشكال مختلفه، باطباق مختلفه كيف تحبوا، حضورا في البلاتو عن طريق تقنيه الستريمينج، بالهاتف لمن تعذر او يتعذر عليه الحضور بعدنا، وايضا من خلال اخبار الجهات اللي نختم فقط كان ساعات بصفه قبليه وساعات بصفه بعديه. حنان يعني زوايا اطلاق الخبر احنا وفما تظاهرات ديزيفينمون كبار والكل، فما بث من حاجات اخرى مهمه، دونك نقدموا الى نوخروا اخبار الجهات. ان شاء الله يكونوا حبوها، ان شاء الله يكونوا استمتعوا بها، ان شاء الله نكونوا وصلنا الخبر كيف ما هو. لو ساعات نبداو متحرجين شويه ونقولوا حنان صباح، ما زلنا على بابك يا نهار، ما زلنا في بدايه الساعات الاولى للصباح، ولكن راهو الخبر والمصداقيه نتاعنا تفرض وان نقدم الخبر كما هو، لا ننتقي الاخبار جيد ونغض الطرف عن السيء. هذا هو الاخبار بكل شفافيه. بالضبط انس، احنا مش احنا اللي نسمع في الاخبار، الضمير المهني هو اللي حتم علينا اكثر انه فما صوت نتاع ناس يلزم يكون يوصل، فما خبر احنا نتحرجوا شويه، ما نحبوش كيما يكون حاضر كما قلت انت وصباح، لكن الضمير المهني هو اللي فرض علينا انه نقولوا الاخبار هذيا. شكرا لك حنان، حبيت نشكرك زيدا في نهايه الموسم هذيا ككل، ولو انه باش تكون معايا رفيقتي وكلكم الحقيقه اصحابي، وكل الموعد الصباحي هذايا ما كانش ينجح لولا تضافر الجهود نتاع الناس الكل، من الريجيل للفريق التقني للزملاء خلف الكاميرا، صابرين الشيف، الناس كل الناس كل اللي تكاتفوا حول هالبرنامج ترابي ديكيب وعمل مجموعه الكل. دونك معايا في نهار العيد ان شاء الله استناونا في سبيسيال عدد خاص نهار العيد ان شاء الله، عيادي وسنين دائمه على القناه الوطنيه الاولى. باش نبداو حنان؟ باش نبداو اخبارنا من بنزار التوين تحت اشراف المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ببنزرة. انتظم يوم تقييمي لسنة تربوية 2022-2023 لمؤسسات الطفولة قطاع خاص، محاضن أطفال، محاضن مدرسية، رياض أطفال، ونوادي أطفال خاصة، وذلك بإحدى النزل بمدينة بنزرة. أشرف على افتتاح هذا الملتقى التقييمي المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة ببنزرة وبحضور رئيس مصلحة متابعة مؤسسات الطفولة بالمندوبية الجهوية ببنزرة، وأيضا كافة الإطارات التربوية بمؤسسات الطفولة، وكذلك الإعلاميين والصحفيين الذين وقع تكريمهم لمساهمتهم الفعالة في تغطية ومواكبة وإنجاح الدورات التكوينية، وأيضا الأيام البيداغوجية بمؤسسات الطفولة على مدى السنة التربوية 2022-2023. قام بتأثير اليوم التقييمي المتفقدة الأولى شباب وطفولة صباح بالسعد، وأيضا شاركوها بمشاركة وتسيير المساعدين البيداغوجيين
البيداغوجيين، وقام ايضا بتاثير هذا اليوم التقييمي كما قلت المتفقده الاولى، وايضا كان فما لقاء مثمر ومتميز من خلال عرض لاهم متابعات البيداغوجيه المنجزه، وذلك من طرف فريق التفقد والارشاد البيداغوجي على تيله السنه التربويه 2022-2023 وجرد لاهم الانشطه التكوينيه اللي انزوها لفائده الاطارات التربويه بمؤسسات الطفوله، وهذا زاد الى جانب الاصغاء الى مقترحات الاطار التربوي لتحسين جوده الخدمات بالمؤسسات والاتفاق على جمله من التوصيات لمزيد الارتقاء بالعمل. ممتاز، يحق لهم انهم يعملوا جلسه تقييميه يقيموا باعتبار وانه سنه دراسيه اسدل الستاره عليها، ولو البعض مازال في الجامعات شويه مازالوا في الابتدائي ايضا باعتبار حجم الاعداد وغيره، ولكن سمعنا صغاريت بما يكفي. صحيح. فرحنا فرحوا التوانسه واخرها كانت زينه مع نتائج البكالوريا. تهانينا مره اخرى للناس اللي تمكنت انه تنجح في المناظره الوطنيه هذه. باش نمشيو احنا لولايه مدنينه، وين اعلنت سفاره سويسرا بتونس عن فتح خط جوي جديد بين تونس وسويسرا، وذلك انطلاقا من جربه باش يكون كل يوم اثنين في اتجاه كيف ما قلنا سويسرا. وافادت السفاره في بلاغ ليها انه شركه الطيران الجديده ستؤمن الرحلات وتتواصل رحلات تونس بطبيعه كل بازال كل ثلاثاء وخميس ويوم الاحد باذن الله خلال هذه الصائفة. ماشيين ملا حنان ان شاء الله انا وانت. علاش لي ان شاء الله اكيد نحكيو على برمجه الصيف زيدا وبرشا، ان شاء الله تكونوا مبرمجين صيفكم ومبرمجين عطلتكم، وان شاء الله تكون مفوله خاصه باش نجموا نقوموا ونحقوا البرامج هذه. صحيح هو الصيف يلزم على العطله. صحيح هو الصيف يلزم برشا ميزانيه وبرشا مصروف ويلزم الانسان يتفرهد شويه زاد كمان. صحيح صحيح استراحه المحارب باش ينجم يرجع الانسان بنفس جديد. وين نمشيو حنان؟ باش نمشيو لوزاره الصحه باش نحكيو على موضوع يعني ارتفاع الحراره اللي في الولايات الكل، واللي كيف ما كنا نحكيو في الصيف ارتفاع درجات الحراره كيفاش ينجموا يتوقعوا وياخذوا الحذر. ذكرت وزاره الصحه بضروره اتخاذ الاجراءات الوقائيه اللازمه لمجابهه ارتفاع درجات الحراره في اطار الاستعداد للتوقي من مخاطر ارتفاع درجات الحراره واللي يمكن تسجيلها خلال موسم الصيف، وتفاديا ما ينجز عنه من مشاكل صحيه مثل ضربه الشمس والشيح من الماء. دعت ايضا وزاره الصحه المواطنين بصفه عامه وخاصة المسنين والأطفال والرضع والسيدات الحوامل بصفة خاصة عند البقاء في المنزل على الحرص على شرب الماء بكمية لا تقل عن اللتر والنصف يوميا دون الانتظار للشعور بالعطش، مع تفادي المشروبات التي تحتوي على السكريات والمشروبات الغازية والعصائر الصناعية. أكدت أيضا وزارة الصحة في بلاغ لها على ضرورة البقاء في المنزل في الغرفة الأكثر برودة وغلق النوافذ نهارا وتهوئة البيت والاستحمام بماء فاتر أو وضع منديل مبلل فوق الرأس أو رش الوجه والرقبة والأطراف ليلا بالماء. بالنسبة لفترة الخروج من المنزل دعت الوزارة إلى الحرص على المشي في الظل مع وضع قبعات عريضة على الرأس مع ارتداء لباس قطني فضفاض وغير داكن، وشددت أيضا على أهمية تفادي السباحة في أوقات ذروة الحرارة أي بين الساعة 10 صباحا وحتى 4 مساء، مع استعمال مراهم الواقية وارتداء النظارات الشمسية لحماية الجلد من الأشعة كل ما أمكن ذلك. وأوردت الوزارة في بلاغ لها أيضا على علامات ضربة الشمس وتتمثل في أوجاع الرأس مع إمكانية التقيؤ وارتفاع حرارة الجسم وتشنجات عضلية خاصة لدى الأطفال والمسنين. طبعا هذه التحذيرات تسمعوها ديما ونعاود ديما في نفس التوقيت هذايا في نفس المدة هذايا نذكر بها، وخاصة تعرف حنان في الجنوب قيلتهم تبدأ بالثمانية وتسعة متاع الصباح. صحيح ربي يكون في عونهم على تحمل درجات الحرارة العالية. قوس صغير فقط حنان، تعرف قلبي ضعيف لا يتحمل. الحيوانات بربي الحيوانات زادة ما ينساش نتذكرهم، هما زادة راهم بكمة وراهم أرواح هي أيضا. يبداو ساعات عصفور يبدا يعني يتنفس بالسيف، قطوس، كلب، يعني هذوما الحيوانات نتذكروهم فيهم حتى كان هما مش في الدار نتاعنا ايناس، وحتى راهم متعدين وكل ما فيها بيسه كدبوزه نقصوها احنا في زوز نحطوا شويه ماء شويه حليب والكل نتفكروها. صحيح صدقه جاريه إيه حليب اكثر لانه حتى ماء اكثر عفوا ماء اكثر لانه يعطوا برشا ويدوروا يقرا الزيده. باهي
نمشي وإحنا لوين أدى وزير الداخلية زيارة تفقد للقرية السياحية بميناء حلق الويد، وأفاد في البلاغ لوزارة الداخلية إنه الزيارة هذه تأتي في إطار متابعة حسن تأمين رحلات البواخر السياحية المبرمجة لسنة 2023 وللتونسيين المقيمين خاصة خارج أرض الوطن. وكان الوزير مرفوقا بعدد من الإطارات الأمنية من مختلف الاختصاصات للوقوف على مدى جاهزية الوحدات الأمنية بميناء حلق الويد تونس. مواصلين أخبارنا باش نمشي وإحنا للشمال الغربي تحديدا الكيف، وين أدى وفد عن مقاطعة سان مانريتم الفرنسية زيارة عمل إلى ولاية الكيف، وتهدف الزيارة إلى دعم برنامج التعاون المشترك في عدد من القطاعات على غرار قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع الشباب والرياضة. مواصلين أخبارنا باش نحكي بشوية على مادة السكر، وين ارتفعت واردات السكر من حيث الكمية إلى 212.3 ألف طن خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2023 مقابل 116.6 ألف طن طيلة نفس الفترة من سنة 2022، لتسجل بذلك زيادة ب 82.1% وفق أحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن المرصد الوطني للفلاحة. وتبين معطيات المرصد الوطني للفلاحة أن واردات هذه المادة الأساسية ارتفعت من حيث القيمة من 172.5 مليون دينار نهاية ماي 2022 إلى 389.9 مليون دينار موفى ماي 2023، أي بزيادة بنسبة 126%. ولأن ارتفع سعر الكيلوغرام من السكر عند التوريد بنسبة 24.1% إلى حدود 1.84 دينار أواخر ماي المنقضي، فإن مجمل هذه الأرقام والتي تبين ارتفاع قياسي للكميات المواردة لا تفسر فقدان المنتوج من السوق منذ أشهر طويلة حسب المرصد طبعا. ويذكر أن مسؤولي وزارة التجارة قد دأبوا منذ مدة على التأكيد على تسجيل تحسن ملحوظ في التزويد في جل المواد الاستهلاكية، وأبرز أن هذه المواد ليست مفقودة ولكنها متوفرة بشكل متقطع، غير أن الواقع في السوق يكشف ندرة هذه المادة وتقسيط بيعها من طرف المساحات الكبرى. نمشيو للقصرين إيناس، وإن كان أكد رئيس دائرة الإنتاج النباتي بمندوبية التنمية الفلاحية بالقصرين توفير إدارة التنمية الفلاحية لمئة طن من بذور بطاطا الفصل الخامس بطاطا المرتفعات والتي تغرس بجبال القصرين بعد نجاح التجربة في مواسم سابقة، في انتظار استكمال الإجراءات مع الجهات المعنية. وأوضح أن بطاطا المرتفعات تزرع في النصف الأول من شهر جويلية في مناطق تتوفر فيها درجة حرارة معقولة في هذه الفترة وفوارق محددة في درجات الحرارة بين الليل والنهار. وأشار أيضا إلى أن المناطق التي تتوفر فيها الخصائص المساعدة لبطاطا المرتفعات والتي اكتسبت تقاليدا في إنتاجها هي كل من بودرياس وعين جنان من معتمدية فوسانة وقارة النعام وأم علي من معتمدية فريانة. وأفيد بأنه حوالي 40 هكتار ستحتوي زراعات بطاطا المرتفعات بمردودية تناهز 25 طنا في الهكتار الواحد في المناطق المذكورة. وأفيد أنه موسم جني البطاطا يكون في فترة فجوات الإنتاج في تونس انطلاقا من بداية شهر أكتوبر إلى منتصف شهر نوفمبر. دونك حنان نختم بخبر أخير ومشهز باش نحكيو على الحماية المدنية، وين تم يوم السبت 24 جوان 2023 إعطاء إشارة انطلاق العمل للمركز المتقدم للحماية المدنية بفرنانة، وذلك في إطار العمل على تقريب النجدة من المواطن وتأمين المحاصيل الزراعية والحفاظ على الثروة الغابية من الحرائق. وبعث هذا المركز المتقدم باش يفتح المجال لبعث وتركيز فرقة للحماية المدنية بفرنانة
لبرنينا على مدار السنة، خاصة في ظل اتساع الرقعة الترابية للمعتمدية وانتشار غابات على أكثر من 30 ألف هكتار، إضافة للأنشطة الفلاحية وتنوعها في ولاية جندوبة. ومن جندوبة تحديدا فرنينا نكمل جولتنا إناس مع أخبار الجهات. شكرا لك حنان، إن شاء الله موفقة، مشكورة على تأمين الفقرة هذه يوميا معنا. موصلة معنا حنان في الكواليس وأيضا في عدد خاص قلت في عيد الإضحى المبارك. إن شاء الله عيدك مبروك من توحي. يعيشك كنت زيدة وكل السادة المشاهدين. حيا بخير أنت وكل السادة المشاهدين. احنا بعد النغم مباشرة بشكون بحضنا أخصائية الأخصائية النفسانية مروة بن عرفي، ترجع بحضنا ومعنا باش نحكيه مرة أخرى على إدمان الشاشات، المخاطر والحلول. ونذكر اللي موعدنا بعد قليل باش يكون مع سي طارق بن جازية الرئيس المدير العام لشركة اللحوم، عودة على توزيع الأضاحي، بيع الأضاحي، نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك، التسعيرة في قبيلة 48 ساعة أو أقل من عيد الأضحى، وغيرها من التفاصيل إن شاء الله اللي بمشكور باش يتفضل ويعطيها لنا سي طارق بن جازية بعد النغم هذايا. هذا صابر الرباعي وراجعين. رجعت لكم باش نبداو بالغوسيت نتاعنا اليوم، اخر حلقه قبل حلقه العيد، هذاك علاش باش نعاود نعطيكم لي زاسيوس الكل باش كي نعملوا صوص نتاع كسكسي ولا حتى مقرونه، اي صوص باش تكون فيها طماطم معجونه ما تجيش فيها هذيك القروسيه نتاع الطماطم، ما غير لا نحطوا لا سكر، ما غير ما نحطوا سفنيريا مثلا في الصوص نتاع المقرونه باش تنحي القروسيه، يكفي انه نقليه مليح وزيدة نحطوا الطماطم الخضراء الفريشكة معناتها مع الطماطم المعجونة، هي اللي باش تعدل الحموضة اللي فيها. في الطنجرة متاعي لهنا أنا باش نحط زيت زيتونة وباش نقليو. الحقيقة كي نقليو كل شيء يعطي مطعمه أكثر، الفحات، الدجاج، الخضرة. باش نحطوا لهنا عنا طماطم الكعب وعنا البصل باش نحطوهم يتقليو في الزيت زيتونة. ومعهم الدجاج كما قلت لكم انا اليوم اخترت نعمل الدجاج خاطر ان شاء الله في حلقه العيد باش نعملوا برشا حاجات باللحم. دونك باش نخليوه يتقلى، وفي المرحله هذه باش نحطوا لهم شويه ملح. الملح يخلي الخضره تتذبل. خليوهم يتقليو شويه ومن بعد نوريكم كيفاش باش نعملو بقيه المراحل. بعد ما يتقلى الدجاج نتاعنا قلنا باش نعملو الكسكسي هذايا بالزبيب. الزبيب اكيد مش باش نحطوه في وسط الطنجره هذايا خاطر باش يضيع من بعد. انا نختار انه وقت اللي يطيب المرق نحطو منه شويه على الزبيب ونخليوه يتنفخ ومن بعد نحطوه فوق الكسكسي نتاعنا. اكيد عندكم الحريه اللي يحب الزبيب الاصفر والا هذايا كيما تحبوا نتوما. والخضره نتاعنا انا اخترت سفنيريا وبطاطا. السفنيريا نحطوها ديما من الاول بعد ما تبدا تحضر الصوص نتاعنا خاطر السفنيريا يحب لها وقت بارابور البطاطا والا القرع الاخضر اذا باش نحطوه. هذايا قاعد يتقلى باش نحطوا له الطماطم المعجونه وكيف كيف نخليه كل شيء يتقلى حتى لين ديما كي نقول لكم تتذبل الخضره هذيك. واحنا هاكا كل مره شويه شويه نحطوا لها طريف ماء، وهذيك لاستيوس نتاع التقليه هو انه كل مره نحطوا شويه ماء ونعاودوا نخليوها تتقلى مره اخرى. توا باش نحطو الكركم والفلفل الزينة نحطوه في الاخر وقت اللي يقرب انه نمرقوها باش ما يتحرقش. ما ننساوش نبلو الكسكسي نتاعنا زادا. هذايا توا باش نخليوها يتقلى وباش نعطيكم الغوسيت نتاع اذا نحبوا نعملوا وحدنا البركيت في الدار. عملنا مع بعضنا برشا مرات الروسيت، اما باش نذكركم للبات نتاع البركيت والا تخت سالي بات بريزي هذايا معناتها حاجتنا 250 غرام فارينه، عندنا كعب عظم، شويه ملح،
مغرفة ولا مغرفتين ماء بارد على حسب الكونتيتي اللي احنا حاجتنا بها، ونلموا البات متاعنا، نجموا نفوحوها كليل زعتر مثلا كيما نحبوا احنا. وما ننساوش اكيد اهم حاجة الزبدة اللي هي باش تكون 125 جرام، تكون ماهيش ذايبة في حرارة الغرفة، معناتها نلموا البات ما نعجنوهاش ونطيبوها في قالب كبير ولا قوالب صغار كيما اللي احنا باش نطيبوهم اليوم. ونجي توا نفكركم زيدا في الغوسيت سكري نتاعنا، نقول باش نعمل تخت تاتان. تخت تاتان اللي هي تتكون من التفاح يكون كاراميليزي، اما انا المره هذه باش نعملها بطريقه ياسر سهله ومبسطه. حاشنا بالبات فويتي، حاشنا بالتفاح، حاشنا بالسكر واصفر عظمه، هذوما المكونات. الغوسيت ياسر سهله، والتفاح على فكره نجموا نعوضوه بالخوخ، ممكن اسهل نلقاوه توا اكثر من التفاح. هذوما المراحل اللي احنا وصلنا لهم بالنسبه لليوم، اكيد شويه خير نرجع لكم نكملوا اللي بقالنا. شكرا شيف، يعطيك الصحه. احنا مواصلين المشوار، فرحانين برشا اليوم بعوده مروه بن عارفي، غابت علينا عندها مده، وانا راني غيوره على الناس اللي نحبهم. مروه كنت عبرت لك على هذا في الاوف، نعاود نقول لك هذه في المباشر. توحشناك، محلاها طلتك على القناه الوطنيه الاولى، ومحلاهم ذوي الاختصاص يكونوا موجودين بحذنا ومعنا في بلاتواتنا. شكرا ايناس، صباح الخير ليك وللساده المشاهدين الكل. عرفت الالتزامات، فرحانه برشا اللي انا نكون معاكم في الحصه اليوم. اليوم موضوعنا مهم كالعادة، احنا مواضيعنا كل حقيقة تختارهم لنا بكل عناية. مروة مشكورة. اليوم مرة أخرى بدينا، اللي عندهم صغيرات في الإعدادي والثانوي بدينا العطلة بتاعنا من بداية الشهر الجوان، دونك نحكي مرة أخرى صغارنا في العطلة شنو يعملوا. الحل البسيط واللي تشاركوا فيه تقريبا صغيراتنا الكل هو ليزيكرون الشاشات. شنو هي المشكل ساعة؟ علاش يطرح هذا مشكل؟ تتفق. دونك ايناس اليوم حابين نحكيو على البروبليماتيك نتاع ليكرون والامباكت نتاع ليكرون على الصغيرات، ونحب نحل بارونتيز ما باش نحكيو على الصغيرات ملي يتولدوا حتى ل 18 سنه، اللي نحكيو على المراهقين سي تريز امبورتون، وعلى الادولت زادة كيف نراو روحنا احنا ان طونك كبار كيفاش ولات علاقتنا بالليكرون. خلينا نبداو ايناس من البدايه، احنا تويكا داخلين على عطله بعد نهايه سنه دراسيه، دونك الهدايا باش تكون تابلت تليفون باش نفرح صغير. دونك بدات تبدا القصه من هنا، ناخذ له تليفون تو سامبلومون باش يتفرهد، باش يتعلم حاجات جديده، لو باش نكلميه، باش ولدي هكا يعمل جو، يحكي مع اصحابه، باش نلقى كلي في ابنوتيك باش نرتحه ونخليه كالم. هو ان فيت اللي فيه هذا يرجع للكبير باش انا نرتاح ونقعد كالم. جستم احنا هو اللي باش نرتاحوا. تو تافي. وزاد نحينا مروه لو تسمح، نحينا ساعات، يعني انا واحده من الناس نحيت التليفونات لصغاري في القرايه، دونك توا نرجعوهم في العادة. هذه عاده خايبه الناس على خاطر كيف ترجعوا توا التليفون، دونك باش يعطي الامباكت نتاعو باش يظهر في لو 15 سبتمبر وباش يظهر من بعد الون تيرم. دونك ميم سي انا نقول هاكا عام كامل سون زيكرون ما فيها بس لي فاكونس، تو سامبلومون لازم يقعد ديما الكونتيتي نتاع الوقت كونترولي، والكونتينو اللي يتفرج فيه ولدي كونترولي، على خاطر كان باش نخليها مسيب. راه روحك انت كيف تشد التليفون تقول نصف ساعه نشوف لي ميساج، تلقى روحك اقل حاجه ساعه ونص ساعتين خمس سوايع وانت ما فقتش بالوقت، طالعه هابطه تتفرج. دونك سي باغي بالنسبه للصغار. دونك حبيت نقول من الاول راه الموتيفاسيون نتاعنا الكلنا نعطيو التليفون باش نفيدوا صغارنا، باش نفرحوهم، باش نذكيهم حسب تصوراتنا، باش نذكيهم باش يتعلموا حاجات جديده، لغات جديده ايتو. سوف كو اللي يصير العكس تماما. دونك الذكاء حبيت نقول راهو ينقص، الكوسيون انتيليكتويل نتاع صغيراتنا ينقص وقت ما نعطيوهم التليفون. راهو كان في بالي انا نلوج على كل فيه سيداتيف باش نرتحوا، اون فيت راني ماهوش اللي فيه هذاك، راهو او كونتخيغ باش نتسبب له في بير اكتيفيتي، باش نتسبب له في اجيتاسيون. دونك مي سي با لو كا. فما بروبليم زاد نتاع روتار نتاع اللونجاج والكوميونيكاسيون والكلام والتفاهم والتواصل وكل شيء والتفاعل مع المحيط الخارجي، كيف كيف باش نتسبب له في بروبليم دانتيغراسيون سوسيال. صغيرات هذوما نشوفهم ياسر روتيغي ايناس اي منزوين منزوين، والعالم الخارجي ما عادش يعني لهم، لانه لونفي نتاعهم والجو نتاعهم ديجا يلقاوه وهم في بيتهم مسكرين على رواحهم. اكوا ساغ باش نخرج وباش نقابل الناس وباش تحكي مع الناس. في بالنا احنا بتاتخ هذيك باش تخلي يكون مرتاح وفرحان، سوف كو لا ايناس الون تيرم راها تعطي ديزيفي ديبرسيف. الصغيرات هذوما يوليو يعانيوا من الاكتئاب، يعانيوا من الهشاشه النفسيه، على خاطر ما صارتش تفاعلات اجتماعيه وما صارتش كونتاكت مع الناس المحيطين بهم. دونك مخاطر متفاوته
الخطوره والدرجه الحقيقه حسب كبيرة ما قاعده نسمع فيه. كبيره فوالا سورتو زيد. خلينا نحكي على سور لو بلان اوكولير على العينين على حاسه البصر بتاثر برشا ليكران على الصغار ونشوفهم قداش ينقصوا قداش عندهم فاتيك نشوفوا التعب. نحكي برشا على تروبل دو سومي خاطر بالنسبه ليا انسان ايناس ما يرقدش مليح اوتوماتيكمون باش يصير له بولفيرسمون كبير في ريتم حياته الكل. دونك النوم ماهوش دو كاليتي باهيه دونك النهار ماهوش باش يتعدى بكاليتي باهيه مستوى تركيز مستوى مزاج مستوى تفاعل دونك ما تصيرش سيكريسيون نتاع الميلاتونين دونك ما يرقدش اوتوماتيكمون يعدي نهارو بولفيرسي. وتاثر حتى على الماكله نعرفوا صغيرات اللي ياكلوا بجنب الاورديناتور ما فماش هكا اللمه الجماعه في الكوجينه ولا في بيت الفطور دونك يهز صحنه يهز طبقه وما يسيبش ليكرون. من وقتاش من قداش وقت نقولوا هذا ادمان تحت طاله الادمان؟ اول حاجه خلينا نقولوا التروب الاليمونتير ينجم يكونوا من ليكرون على خاطر الصغير ينجم ينسى روحه من غير ماكله الناس يقعد قدام ليكرون ويتعدى النهار دونك باش يولي عنده كارونس في الماكله بعد ذلك باش نشوفوه ناقص حاجات في بدنه وبيان نحكيو على بوليمي يولي ياكل برشا من غير كونترول خاطر قدام ليكرون دونك يعدي سون كونترول وهذايا بيان سور باش يتسبب في مشاكل. دونك خلينا نحكيو الساعه الناس على اربعه اوقات ما لازمناش نستعملوا فيهم ليكرون بالنسبه للصغيرات وبالنسبه للمراهقين بصفه عامه هذايا للصغار تطفي تطفي الصغار الكل. اول حاجه ما نستعملوش التليفون وقت ما نقوموا كيف نقوم الصباح اول حاجه ان عملنا نشوف التليفون اوكي ما يجيش على خاطر راهو التليفون اسبيراتور دو كونسونتراسيون. نحب نقول 10 دقائق بالنسبه للصغير قدام التليفون ولا التلفزه راه باش ياخذوا له برشا من الكونسونتراسيون نتاعو خاطر الصغير يبدا كونسونتري على حاجه واحده مش كيف ما احنا الكبار بتاتر ملتي تاش نجم نخمم في برشا حاجات حتى قدام التلفزه نجم التلفزه تخدمه انا نعمل في حاجه طيب ولا نقضي ولا نتحرك ونجم اصلا نتكلم في التليفون نعمل بوكو دو شوز او ميم طون باغ كونتر الصغير الصغيرات لا سي اوتر شوز وقت ما يقعد قدام التلفزه راه الكونسونتراسيون نتاعو كلها على التلفزه وبيان سور هذه حاجه باش تقلقوا على الاخر دونك وقت ما نقوموا من النوم ما نحلوش راه الكونسونتراسيون باش تضيع واحنا قاعدين على الماكله وقت الفطور ما نحطوش ليكرون هذه المومون الثانيه اللي لازمنا اونيفيت ليكرون على خاطر ما نبداش نهضم ما نبداش مركز شنو اكليت شنو خليت يقعدوا ياكلوا ياكلوا من غير حتى كونسونتراسيون من غير حتى وعي بيان سور باش تسبب لهم في مشاكل. اللحظه الثالثه اللي ما لازمناش نحطوا فيها التليفون ايناس هي قبل النوم لازم قبل النوم ما نتفرجوش في التليفونات والا في التلفزه على خاطر سي اكسيتان وباش تخلينا متقلقين وحتى النوم نتاعنا الكاليتي نتاعو باش تتبدل باش يقعد مخي مربوط باللي نوتيفيكاسيون باش نقعد متشنج بالحاجات اللي شفتهم الاخرانيه وانت تعرف لو كونتينيو اللي نتفرجوا فيها ما نتحكموش توتافي ما نتحكموش فيه ساعات يتعداو دي ميساج فيهم ارسيلمون تورتور اغريسيفيتي بوكو دو ميساج اللي هما خايبين وياثروا برشا على الصغار سو كيفي وقت قبل النوم ما نتفرجوش واللحظه الرابعه والا الوقت الرابع والمهم على الاخر في بيت الصغير ولا حتى في بيت الكبير سي ديال ما نحطوش اكران في بيت النوم معناها في بيت النوم ولا وين ما باش نرقدوا ما نحطوش اكران اكران نحكي تليفون تابلت ولا تلفزه ولا اورديناتور راهو هذاك باش ياثر كالعاده على الكاليتي دو سومي دونك اربع اوقات مهمه نحرصوا نقصوا على الاقل احنا كان نحترموا المواقيت الاربعه هذوما المواعيد الاربعه هذوما نقصوا ديجا في نقصوا نعمل سيستيم دو كونترول في كي نشوفوا فما جدول قاعد يدور حتى على صفحات التواصل الاجتماعي يحدد حسب الفئه العمريه قداش تطفي. كل عمر قداش لازمه قدامه ساعات قدام الشاشه دونك هذا معمول به هذا يظهر لي منظمه الصحه العالميه تطفي. على خاطر هذا بروبليم دو سونتي بوبليك الناس لوزاج نتاع ليكرون دونك سي نورمال باش يكون ثم تابلو باش يكون ثم مقاييس. خلينا نبداو بالقاعده العامه قبل الثلاث سنين الصغير ما يتفرجش في ليكرون زيرو ايكرون حتى ما يسمعش ساعات لي بارون يقول هاكا يسمع في التلفزه ولا في راديو ماهوش يتفرج ماهوش يشوف في تصويره لا حتى لو فات انك باش تحطه يسمع لا دونك افون 3 ان سي ستريكتومون انتردي ممنوع منعا باتا ما يستفيد حتى شيء صغير نحب نقولوا اما يضروا داكوغ من 3 ل 6 سنين تنجم تخليه 40 دقيقه لو ماكسيموم صغير اما بالحضور نتاعك انت باش تحكي معاه باش تفسر له باش تعاود له وتفهمه دو كوا يساجي لازم ثم انتراكسيون وحتى كيف نحط صغيري انا مثلا 5 ولا 6 سنين باش يتفرج نقعد معاه ايناس دون باغ ودو تخوا باغ ما نعطيهش يوتيوب والا ما نحطلوش شين في التلفزه ليديال والا دو بريفيرونس نعطيه سي دي دي في دي حاجه فيها دوغي لازم صغير يعرف انه فما حاجه تبدا وتوفى على خاطر كيف تحط له يوتيوب باش يقعد ديما هما ما شاء الله عليهم مروه يعني بالحق صغيراتنا يعرفوا سورتو بالتكتيل توا كل شيء معناها يكفي انه يمرر يعني هنا خلقوا لي جيل فينالمون غير جيلنا هو جيلنا مش نتاعهم معناها هذيا فوالا دونك هما اولاد وقتهم اوكي سوف كو لي زيفي راهو ما يتعلمش او كونتخيغ في العمر هذايا راهو يضر ويعمل له بلوكاج على التعلم ساعات لي بارون يقولوا لي هاكا تعلم الانجلي تعلم الالوان
تعلم الاشكال، تعلم الايامات، تعلم تعلم صفك، ما عنده ما يعمل بهم المعلومات هذوما، راهم باش يقعدوا بلوكي وماهوش باش يخليوه هو يتطور وما يستفيد لهمش حقيقه في حياته العمليه. الالوان ينجم يتعلمهم من لون الخضره وقت ما يقعد معايا في الكوجينه باش نطيب كسكسي، فما سفناري وفما البطاطا فما اي ما نقول لك هذوما الطرق التقليديه عاد، وهذوما الطرق الاخرى التحفيزيه يعني، فما منافع زاده ولا لا؟ فما ايجابيات ايضا للناس والعالم هذا الكل. الناس الايجابيات مش قبل الست سنين ديون باغ، قبل الست سنين ما فما حتى ايجابيات، او كونتخيغ قبل ظهور الكلام عند الصغير اختار انه يتمس في اكران، ومن بعد الست سنين يولي فما ايجابيات وقت ما انا نعلم ولدي في شنو يدخل وكيفاش يستعملهم. كان نعطيه باش يقعد يتفرج دي فيديو باش يضحك والا طالع هابط، شنو الافاده اللي باش يتعلمها في الايجابيات في الطرق هذه؟ سو كيفي كل حاجه لازمتها كونترول، لازمنا نحترموا الوقت، نركزوا على الكونتينو وقت ما انا كم لنا مروه لو تسمح المراهقين، يعني وصلت لنا المراهقين اللي هو اكبر شريحه نخافوا عليهم من المحتوى ونخافوا عليهم ايضا من الوقت وساعات بالحق رهيبه قدام الشاشات، واحنا نعرفوا حساسيه حتى في العمريه هذه تقلب المراهقين. خليني باش نحكي عليهم انا من افون ادوليسونس، ناس من 9 سنين داكور، من 9 سنين سي تريز اللي هي مراهقه مبكره ساعات صحتك هذه هي اللي احنا نحكيوا عليها. دونك الصغيرات لهنا وقت ما نعطيوهم اكران اول حاجه نحرصوا انه الريتم ما يتبدلش. الصغار نشوفوا في الفاكونس يوليوا يعدي وليله كامله فايقين وفي الصباح يرقدوا، دونك نهارهم ليل فوالا اي سي تري غاف، لوغلوج بيولوجيك نتاعهم تدخل بعضها تتبدل، وهذا باش يكون عنده تاثير من بعد على الكونسنتراسيون ولا التونسيون والميموار نتاعهم ميموار ترافاي، وبعد في القرايه باش تظهر المشاكل من الاول ما تظهرش من بعد ابارتيغ من 15 سبتمبر نوليو نحكيو على المشاكل. بالنسبه للمراهقين الناس نحكيو معاهم ونعلموهم اليوزاج كيفاش لازم يكون، شنو هما المعلومات اللي باش يهبطهم ويبارتاجيهم، كيفاش يحمي روحه اوكا اولا يقدر يتعرض لارسيلمون، كيفاش هو باش يعبر وباش يحكي باش يشوف شكون انسان باش يعاونوا. كان صارت اي كونتينيو ولا حاجه يطلب المعلومه من عند لي بارون ما يدخلش في لي ريزو هذايا باش يزيد يعرف. دونك حتى كي نعطيه راه لازمنا نكونوا قراب برشا، اما نعطي التليفون ونبعد ما ينجمش التليفون يعوض البارون، او كونترير لي ادوليسون ديما نحكي عليهم على خاطر ساعات يدخلوا في كونتاكت نتاع دي غولاسيون وحاجات ماهمش محميين، ينجموا يكونوا مع ديفو بروفيل، ينجموا يكونوا فوالا. خاصه نحكيو على الالعاب اللي معروفه برشا اللي يعني اللي باش نسميوهم اللي اغلبهم حتى اللي تم حجبها لانه عندها اثار نفسيه خطيره، اثار نفسيه وصلت حتى للانتحار، تقدم على الانتحار للطفل مالوغوزمون. دونك تنجم الالعاب هذه توصل صغيرات، هذاك علاش سي تري امبورطون لو كونترول. الناس كيف نعطي تليفون لولدي، هذاك علاش انك نعطي تليفون والا تلفزه والا تابلت دون باغ نفسر له انه مش نتاعو، هذاك علاش ما لازمش تكون في البيت نتاعو، خاطر تكون في بيته معناها نتاعو يستعملها وقت ما يحب. دونك لازم يفهم انه هذاك راهو تبعني حتى تليفون وراني في اي وقت باش ناخذه باش نشوفه باش نعمل عليه الكونترول، ولازم يتحط في بلاصه نقولوا احنا فيها موفمون، ما يتحطش وحده ايزولي باش صغير ما يلقاش روحه هاكا ليبغ يتفرج في شنو يحب، لازم ديما ثم الكونترول. لي ادوليسون لازمنا نوعيهم ايناس، انا ما نجمش نقول باش نحرموهم كومبليتمون، ما نجموش الحقيقه هكا. كيفاش نحترموا خصوصيتهم في الناحيه هذه زاده؟ لانه من بين الحاجات اللي توصيوا عليها انتم كاخصائيين نفسيين هو احترام خصوصيه المراهق، لهنا كيفاش فرد وقت يعني نخليه يمارس الخصوصيه هذه يتمتع بها وفرد وقت ما نفقدش لو كونترول. هذاك وقت ما نكون فهمته الناس، وقت ما نكون حكيت معاه وفهمته كيفاش يستعمل وشنو هو المعلومات اللي هو باش يحطهم وكيفاش يحمي روحه من التحرش وغيره، وقت نجم نخليه بخصوصيه. اما اذا انا ما فهمتوش اوتوماتيكمون ما نجمش نخليه مسيب مع انترنت ونقول له اعمل شنو تحب. بيان سور لازم فما ديما حوار، لازم فما المعلومه اللي توصل، لازم ديما فما شكون يتبع وراه باش يفسر له ويفهمه ومن بعد نخليه يعمل براحته، اما يعمل من غير حتى معلومه ما صحيح. دونك هذا دور الاولياء اللي لازمنا ديما نكونوا في يقظه مستمره ديما فايقين في بيان سور، هذوما يعني مسؤوليه تحاسب عليها قدام ربي وعبيده. قل لي مدام مروه اليوم قلت لي ما يلزمش يكون ينزوي بالشاشه نتاعو، اليوم عندنا برشا اوجه للشاشات، يعني عندنا برشا شاشات في صيغه الجمع، البلاي ستيشن مثلا اللي هي ايضا واحده من علامات التكنولوجيا الصارخه هذه، يعني عندنا برشا شاشات، كيفاش يتم التعامل معاهم؟ ديما لو كونترول انس دون تو لي كا، لو كونسيبت اللي نبداو فاهمينه احنا لازم ثم مراقبه، لازم ثم تاطير، ما ثماش صغير يمشي البلاي ويقعد يلعب وحده، ما ثماش صغير ياخذ تابليت ويقعد وحده سون كونترول، يقعد الانفيني، ما ثماش كونترول نتاع وقت، راهو لازم ديما
ديما يعرف فما كونسيبت نتاع كونترول في الكونتينو زادة في الوقت، سي تري امبورطون. والبلاصه اللي مشي لها ولدي راهو انا كولي من دوري باش ناطرو باش نرافقو باش نمشي معاه، ما نحبش نحكي برشا على مراقبه نقول انا مرافقه، لازم يحس نلعبوا مع بعضنا، ما يسيرش خليني انا نقرب للعالم نتاعو نتاع لي جو فيديو ونشوف دو كواي ساجي، شنو هي الانتيراكسيون اللي يعمل فيها مع اصحابه وقت ما يبدا يلعبوا ونبدا نسمع فيه، خليني نفهم دو كواي ساجي، شنو هما لي برانسيب نتاع اللعبه، ونحاول ديما كل حاجه باش يستفيد منها نخرج له الجانب الايجابي، فاش في حياتنا نجموا نستغلوها، كيفاش نجم تخلينا القدام نجموا نطوروا ونجموا نحسنوا بالمهارات نتاعنا، وكيفاش نخططوا نتعلموا البلانيفيكاسيون، نتعلموا برشا حاجات راهو بلي تكنولوجي وقت ما يصير فما تاطير وفما مرافقه. ممتاز. عندنا مثال تونسي ما نحبش نقوله على خاطر صباح وعلى خاطر فيه كلمه خايبه بون نسبيا اللي هو في عندك ما تختار، هل في الشاشات عندنا ما نختاروا؟ بمعنى قبل كنا نقولوا ولدي ياسر قدام التلفزه، شاشه التلفزه نتقلقوا، كنا نعملوا دي ديبا هكا نحلوا دي ديبا نحكيوا على شاشه التلفزه. اليوم عندنا غزو من الشاشات، ساعات ولينا نقولوا ما صاب يرجعوا يتفرجوا في فيلم، ما صاب يرجعوا يحطوا مسلسل عائلي يتفرجوا فيه. دونك هل في الشاشات عندنا حاجه ارحم من حاجه ابرك خير؟ اكيد جدا فما برامج هادفه ايناس، اكيد جدا فما حاجات باهيه باش تفيد الصغار ونتعلموا منها كيف ما احنا تعلمنا زاد صغارنا باش يتعلموا، وقت ما يكون ثم مرافقه، وقت ما يكون ثم شكون يفسر ويحلل وينظم. اما باش نخلي ولدي انه يتفرج في المجهول وما يعرفش شنو هي الحاجه اللي باش تجي وشنو هو الكونتينيو اللي نجم يخلط في ليكرون، هذاك وقتها وين يكون خايب. وي فما قنوات هادفه، فما شاشات هادفه، فما صغير فاش يتفرج فاش يستفاد يتعلم وقت ما نتحكم ونتدخل ونكون انا موجوده. ممتاز. دونك نعاود نذكر انه هذايا ان شاء الله باش يكون عمل مشترك بين العائله الكل على امتداد العطله هذايا. كيفاش نجم زاد نختم معاك بالسؤال هذايا، نقلل شويه من الساعات من خلال انشطه اخرى مروه، ونعرفك ياسر تحب تعطينا ياسر نصايح في الاطار هذايا، دونك خلينا نختم بقوس يعني ده. اليوم نحبوا نغريوهم احنا زاد نخلقوا لهم اغراءات اخرى. توتافي باش الباغون ما يقولكش زاد انا شنو نقعد راسي راس ولدي نهار كامل 24 اور في السخانه شنو باش نعمل؟ يقلقوا هو من نوادر مروه انه من نهار الاول النهار الثاني صغارنا ماما قلقنا بابا قلقنا. دونك شنو نعملوا حتى نستانس بالريتم معبي برشا في وقت القرايه، الناس الصغار ما يقعدوش من با في الدار، دونك ديما عندهم القرايه ليتود ليزاكتيفيتي ديما يخرجوا لبرا، بيان سور الشانجمون هذاك باش نهار الاولانيين يرقدوا يرتاحوا، ومن بعد كيفاش باش نقعد في الريتم هذايا ما نعمل في حتى شيء. اول حاجه لازمنا نحددوا الوقت، مهم على الاخر كيف نعمل انا التليفون من الاول نقول باش نقعد ساعه، نقعد ساعه ونص، نقعد ساعتين، من الاول اي حاجه باش نعملها لازم يكون ثم وقت ونحاول نعبي وقتي ديزاكتيفيتي. راه العطله الناس فرصه باش نكتشف مواهب، فرصة باش نحسن من روحي، فرصة باش نطور من الحاجات اللي ما كنت ناقص فيها وما كنتش متمكن منها، باش نتعلم لغات جديدة، مواد جديدة مانيش فاهمها، البرنامج التحضير نتاع العام الجاي، حاجات أخرى نجم نعملها. ديما تعرف نحب ليزاكتيفيتي سبورتيف هذيك بالنسبة لي علاج ودواء وتفرهيد. اي هو وكل ممتاز شيء. بعدك الجلوس لأوقات ولا لساعتين ولا ثلاثة يقوم يتحرك ويعمل رياضة، حاجة حتى مارشي يمشي صغير يعمل مارش مهم على الآخر، يمشي للبحر مهم على الآخر، يعمل أي أكتيفيتي سبورتيف كولتوريل نشاط ينجم يعملوا. تعرف نحب برشا الانشطه الثقافيه، اي حاجه عنده اكسي يمشي دار شباب، دار ثقافه، يمشي جمعيات، يمشي كشافه، وين ما نجم صغير يلقى وين يعبي وقته نخليه. نجم نغرموا زاده بالكتاب ايناس، وهذه عطله خاطر الصيف القرايه ما تكفيناش، دونك الصيف فريمون فرصه باش نكتشفوا انفسنا وباش نعبيوا نهارنا، نجم نعملوا بريكولاج، نجم نعلموا الطبخ لاولادنا معنا في الكوجينه يعاونونا، نجم نعلموهم برشا حاجات نطوروا فيهم اكل احساس الفني، وحتى هما قاعدين معنا في الدار نسى شنو رايك لو كان نعملوا هذه، نبدل الديكور هذا، نحسنوا هذا، نزينوا هذا، راه هذاك يخلي الصغير عنده لحمه زاده، يخلق لحمه، يخلي الصغير عنده مسؤوليه ويخلي زاده يحس اللي هو عنده دور وعنده اضافه واللي وجوده كان مهم في العطله، ما يحسش بروحه راقد ما يعمل في حتى شيء. ونعلموهم كيفاش يقسموا العطله نتاعهم، راهو عاد كبير يجي 15 سبتمبر جويليا اوت سبتمبر، دونك سي تري امبورتون. راهو رد بالك هنا رجعتني انا وانا كوالد رجعتني، مازلنا ما بديناش العطله. الناس نفشت باش تعمل برنامج وما نخسرش الوقت. فوالا دونك نفسك باش تعمل برنامج به كل نهار شنو باش تعديه، كل شهر شنو باش تعمل فيه، سي امبورتون راهو سينو يتعدى والايامات يجرب اكثر ما تتخيل داكوغ. دونك ونخسروهم هكاك ما نستفيدوش منهم، ما نستثمروهمش وما نرتاحوهمش، وبعد كيف يرجع صغير لو كان سبتمبر يرجع تاعب، ما يرجعش مرتاح، ريتم النوم تبدل، ريتم الماكله تبدل، حياته تبدلت، ليكرون تعب له عينيه، تعب له كتافه، يحس في روحه ديما فاشل ورزين ومعته متقلقه بيسكو ياكل في ماكله ماهيش اكيليبغي. سي تري امبورتون ان نحرصوا على الاكيليبغ وعلى النظام، راه هذاك باش يظهر من بعد، ساعات يقول هكا توا مرتاح ما عنده حتى شيء، ومن بعد كي ترجع العوده المدرسيه نكتشفوا المشاكل
نتعب انتباه وعلى المخلفات تظهر الوقت هذاك. ان شاء الله صغيرتنا بخير، وان شاء الله احنا ربي يعطينا من الجهد والقوه والصحه باش نجموا نقوموا بالدور هذايا على اكمل وجه. نشكرك برشا مروه، كنت سعيده انك معايا في الحلقه الختاميه للموسم هذايا. بطبيعه ما نحسبوش دون احتساب حلقه سبيسيال العيد اليوم، حلقتنا ختاميه لموسم كامل، حاول نتوش فيها كل الفقرات اللي ريتوهم وحبيتوهم بما فيهم فقره هذايا. مروه مشكوره، نورتني، ان شاء الله عطله طيبه ليك انت زيدا لينا الكل ولصغيراتنا، ونلتقي ان شاء الله في الموسم الجاي. نشكرك برشا مروه مره اخرى، ان شاء الله كل ضيوفنا اللي كانوا حاضرين معنا والا حتى اللي امنوا لنا الفقرات القاره بالحق ممتنه ليهم من القلب على تامين الفقرات نتاعهم على امتداد موسم كامل. هذا كريم شعيب، راجعين بعد ونحكيو قبيله اقل من 48 ساعه على عيد الاضحى. بحضينا سي طارق بن جيزيه نحكيو على اضاحي العيد بعد شويه. عيدي وسنين دايما، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، ان شاء الله كل الساده المشاهدين اللي شاهدوا فينا، ان شاء الله نبداو تهانينا من اليوم. تليفوننا موضوع على ذمتكم اليوم وغدوه ان شاء الله باش تعديوا لاحبابكم وعائلاتكم تهاني عيد الاضحى. كما وعدتكم سي طارق بن جيزيه مشكور لبى دعوتنا، حاضر معنا في نسمه الصباح. مرحبا بك سي طارق، اهلا بك كافه المشاهدين، مرحبا. يخليك. قولي سي طارق، يعني نقولوا احنا الله لا يقتلنا عاد سنه دابت عليها شركه اللحوم، عندنا اسئله وبودنا انه تتفضل تجاوبنا عليها، خاصه قلت انه اقل من 48 ساعه تفصلنا على عيد الاضحى. الاضاحي توفرها ساعه، نبداو بالعدد، توفروا من حيث الجاهزيه نتاعكم على مستوى عدد الاضاحي. هو من الناحيه على المستوى الوطني معناتها كما تعرف عدد الاضاحي المتوفره السنه هو 1.3 مليون اضحيه. بتراجع بحوالي 27% مقارنة بالسنة الفارطة، معناتها فما تراجع كبير ويعود إلى عدة أسباب بما فيها أنه العيد قاعد يوخر، ولعلاش ما يخلطوش معناتها في السن اللي هي قابلة للتضحية، إلى جانب عوامل أخرى من ضمنها ذبح الإناث اللي هو قاعد يضر بصفة كبيرة ياسر من القطيع متاعنا. بطبيعة الحال احنا في تونس إجمالا وحسب بعض الدراسات حتى معناتها في معناتها الدراسات الرسمية هو أنه الحاجيات في تونس بحوالي من 850 ألف إلى 900 ألف أضحية سنويا، بما يعني أنه القطيع المتوفر يفي بالحاجة لأن الناس الكل اللي ناوية باش تضحي ولا مستنسة تضحي تلقى العلوش متاحة. تبقى الإشكال الثاني اللي هو إشكال الأسعار وإشكال نقاط البيع كذلك، وهو إشكال كبير ستارك، إشكال يعني كبير صحيح، وكل عام يتعاود ولكن السنة بحدة أكثر، كما لو أنه ربطها تونسي شوية بالأمطار، شح الأمطار، بندرة المياه، العلف وغلاء، دونك هذا الكل خلينا نحكيو على التسعيره. يعطيك الصحه، هو عده عوامل معناتها عده عوامل تتداخل في تركيبه معناتها الاسعار هذه. كما تعرف انت كونه الاضحيه هي في الاخير هي منتوج نهائي، معناتها تصرف عليه ملول ماكله، تصرف عليه علفه، الفلاح كذلك كمواطن هو يعيش معناتها كمواطن يعيش في فضاء، كذلك المازوت يزيد عليه، ليسونس يزيد عليه، الدواء يزيد عليه، دونك هو كذلك عنده كلفه معيشه نتاعه. هذاك علاش معناتها في الاخر تلقى الاسعار مرتفعه. على الاسعار مقارنه بالسنه الفارطه فما زياده بحوالي 26% مقارنه بالسنه الفارطه. بالنسبه لشركه اللحوم مثلا السنه الفارطه باعنا الكيلو الحي ب 14 دينار و900، السنه نبيعوا فيه ب 18 دينار و500 اللي هو معناتها زياده بحوالي اكثر من 26% مقارنه بالسنه الفارطه، يعتبر كذلك ارتفاع كبير. لكن ارتفاع ويتحس، هو ارتفاع يتحس بطبيعه الحال على طبقات خاصه المتوسطه ودون المتوسط. يعطيك الصحه، هو لكن معناتها كلامك صحيح، لكن يمكن كان ندخله حتى في تحليل نوعا ما اجتماعي اقتصادي. راهو شراء الأضحية في تونس، وهذا يمكن ناخذ معناتها من تجربتي السابقة، كونه شراء الأضحية ما يخضعش فقط لمعطيات اقتصادية، معناتها مش لمدى توفر الفلوس، ثم عوامل أخرى تخلي التونسي بالسيف يوجد الفلوس الأضحية اللي هي المماهات في وسط العائلة، اش بيه خوك يضحي وأنت ما تضحيش، اش بيه فلان يا أخي خير منك هو ما يضحيش، الصغيرات العائلة اللي عندها صغيرات يعطيك الصغيرات فرحهم بالعلوش، معناتها باش نقول لك اللي فهم معطيات أخرى ساعات هي تغلب المعطى الاقتصادي، لكن يبقى دائما المعطى الاقتصادي في ظل معناتها القدره الشرائيه نتاع المواطن، في ظل معناتها ارتفاع مستويات الاسعار رغم اني قاعد نشوف نوعا من التحسن من شهر الى شهر، لكن تبقى كذلك مرتفعه على القدره الشرائيه نتاع المواطن. لكن معناتها لهنا نقول لك حاجه في اطار السوق حاليا، يمكن نحكيو على سوق الاضاحي والايام اللي صارت الفايته، فهمتني ولا، في علاقه يمكن بما تطرحه شركه اللحوم او بعض نقاط البيع الاخرى مقارنه بالبطاحي والرحابي، فانه تبقى دائما نقاط البيع اللي هي بالميزان ارحم بكثير
مقارنة بما قاعد يتباع في البطاح والرحاب. هاني جيتك واحدة واحدة لأنه باش نتوقف مطولا عند نقاط البيع هذية، ولكن قبل ربطا بالتسعيرة، التونسي ولا هو ذكي ولكن ولا حريص أكثر ربما لأنه الإمكانيات نتاعو دهورت شوية، قدرته الشرائية انحدرت شوية، ولا يسأل ويعرف شو يسأل؟ يقول لك اليوم مثلا العلوش كيفاش تحسب سي طارق؟ يعني الحم نات قداش؟ هذه التركيبه نلقاو برشا اجابات فيها، كل واحد ايش يقول لك يعني قداش 40% الحم؟ اعطينا كيفاش نجموا نحسبوا باش نعرفوا بالضبط التسعيره نتاع العلوش معناها تستاهل ولا ما يستاهلش. يعطيك الصحه. هو دائما عادش نقول لك حتى في ربط بالنقطه اللي كنت نحكي عليها، اللي كي تشري بالميزان تعرف علوشك اولا قداش باش يطيح لك الحم مسبقا، وتعرف معناتها بين فلوسك وين مشات. اي هذا هو، دونك هنا لازم نجاوبوا على السؤال هذا، وهل يفرق من نوع العلوش؟ فما انواع مثال نتاع علوش كيما انوار دو تيبار اللي هو يتسمى من احسن الانواع في تونس حتى من حيث الجوده نتاعهم، واللي يمثلوا حوالي 3% فقط من جمله القطيع، فهمتني ولا؟ فانه الروندمون يتسمى معناتها الاداء نتاعو، نسبه الحم اللي تلقاها فيه، اذا خذيت علوش فيه 40 كيلو من الاكثر تلقى فيه حكايه 20 كيلو الحم. فما انواع اخرى اللي هي اقل، اللي هي روندمون نتاعها يتراوح بين 45 الى 50%، معناتها اذا تاخذ علوش نتاع 40 كيلو باش تلقى 17 18 كيلو الحم، فهمت ولا؟ زائد بطبيعه الحال الاسلاب اللي نقولوا احنا الدواره، ايه الراس والكوارع نتاعه، معناتها جينيرالمون هذا التونسي كيفاش ينجم يحسب قداش يطيح الحم نتاعه، والاضحيه نتاعه اللي باش تكفي العائله نتاعه قداش لازمه ياخذها الميزان نتاعها، الى جانب بطبيعه الحال لازم يراعي الميزانيه نتاعه على خاطر كيما نعرف. اي برشا حسابات مطالب انه لكن تبقى دائما العائلة. حتى من الناحيه الشرعيه راهي الاضحيه هي واجبه على من لا يرهقه ثمنها، معناتها اللي في استطاعته يضحي، واللي ما معناتها مش في استطاعته معناتها هذا معناتها ما يثقلش الكاهل نتاعه بالحكايه هذه، فهمتني ولا؟ وينجم معناتها يستعيذ على ذلك. واحنا حتى في مستوى شركه اللحوم وفرنا اللحم معناتها ب 31 دينار واقبال كبير، معناتها اقبال معناتها يمكن حتى خلقنا حتى مشاكل لوجستيه الى صباح هذا اليوم. انا كنت نشوف معاك في تصور عندك في المباشر على المحموله نتاعك يعني على نسبه الاقبال، صح من وقتاش بدا الاقبال هذا؟ يعني احنا من يوم احنا من يوم 17 جوان حلينا نقطه البيع نتاعنا سواء للحم او معناتها للاضاحي. للامانه يوم 17 جوان في شركه اللحوم كان يوم تاريخي لانه الاقبال كان كبير جدا ما كناش نتوقعوه. يمكن لهنا كما قلت لك في قراءتنا للسوق معناتها نتاع تربيه الماشيه وللاضاحي لهنا كشركه اللحوم، وتعرف احنا في الشركه عندنا كذلك رحبه كبيره ياسر تعتبر اكبر رحبه في تونس، معناتها على مساحه 9000 متر مربع ويمر منها يوميا حوالي 6000 معناتها اضحيه، فانه الناس مشيت للرحابي اللي هي غير منظمه وكل بطاحي اتسترا، تلقى الاسعار خياليه، الاسعار خياليه، هذاك علاش تصدمت شويه تصدمت ولا ورجعوا للميزان، لخاطر الميزان راهو هو فيه ضمانه وفيه شفافيه للمعاملات، بينما في الرحبه اذا ما تكونش انت خبير الور لا فريمون خبير بالكدا بالكدا في العلوش وتعرف هو قداش يجيب لك الحم وتهز في يدك والميزان وتثبت في سنانه اتسترا، يمكن فاسيلمون نجموا يعديها عليك، معناتها لازم تكون خبير. بينما نقاط البيع سواء اللي شركه اللحوم او اللي كذلك تنظمها معناتها ديوان تربيه الماشيه مع وزاره الفلاحه، كذلك هي نقاط بيع بالميزان فيها ضمانه اكثر للمواطن، يمكن ساعات اللي هو ما يعرفش او حتى يعرف شويه بركه، وموا باش تدفع فلوس في عدد كيلوات بالميزان امورك واضحه بفاتورتك امورك منظمه، معناتها هذه الضمانات يعطيه ضمانات اكثر يعطيه ضمانات اكثر. معناتها اللي مشاو للرحابي سي طارق يقولوا مفادوا انه التوانسه السنه ما فماش اقبال كبير، اللي يمشي تصدم يرجع يلقى روحه هز بيجي البيجي هذاك ما يخلطش يشري به علوش اقل هن كيف ما اللي شريها عم ناول ولد عم ناول. دونك بالنسبه لكم انتم يعني حسب ما ريت انت الاقبال على شركه اللحوم بكل تفرعاتها الافرع نتاعها فما اقبال السنه اقبال كبير كيفاش تراه مقارنه بعم ناول؟ لا اقبال كبير ياسر، معناتها مقارنه حتى بالسنه الفارطه وبالسنوات الاخرى اقبال كبير جدا. نعطيك فقط احنا نحلوا نقطه البيع نتاعنا مع 7:30 المواطنين يبداوا يستناوا قدام الشركه من 5 نتاع الصباح 8 نتاع الصباح صدقني قد ما نجيبوا كميات فهمتني ولا تنفذ في ساعه زمن معناتها فهمتني ولا. واحنا بطبيعه الحال هنا يمكن نعتذروا خاطر برشا يجيونا يقولنا مع العشره ما عادش مع علوش لخاطر عندنا طاقه، خاطر العلوش هذا رانا نجيبوا فيه من سيدي بوزيد، عندنا طاقه نتاع معناتها نتاع استغلال، عندنا معناتها كماين لازم تجيب اتسترا، دونك فريمون معناتها حتى من الناحيه اللوجستيه قلت لك لقينا الطلب تجاوز بكثير امكانياتنا حتى في مستوى الشركه. ما عندكم زاد افرع
استرق يعني اليوم اللي ما نجمش ماهوش في تونس، ماهوش في تونس الكبرى، ماهوش في الاحواز نتاع العاصمه، وين ينجم يمشي ومنين ينجم يشري بنفس الضمانات هذه؟ هو معناتها جرت العاده بالنسبه لشركه اللحوم عندنا كان في تونس العاصمه في الورديه، لكن في كل ولايه كل ولايه ونسقنا مع عديد الولايات في الجانب هذا عندهم نقاط بيع بالميزان ومتوفره الاضاحي بالميزان، لكن وحتى السنه معناتها اللي لاحظناه كونه حتى نسبه الرحابي والبطاحي قلت على قبل، معناتها تلقى ساعات في كل تركينه فما بطحه، فهمتني ولا السنه قلت شويه لخاطر كان معناتها الاقبال يمكن ضعيف، لكن كذلك من جهه اخرى الاسعار كانت مرتفعه لخاطر فما معناتها نعطيك حتى يمكن في قراءه للسوق اكثر قبل بشهرين وثلاثه شهور معناتها من عيد الاضحى كانت عمليات مضاربه كبيره ياسر، معناتها كانت فما برشا من الناس قاعده تخبي في العلوش وتشري في العلوش، تجار كبار يشريوا في العلوش ويخبيوا فيه بحجه انهم استعدادا لعيد الاضحى، لكن هما ينتظروا كون الاسعار يحبوا يوصلها لل 21 و22 دينار للكيلو، وهذاك علاش يمكن وزاره التجاره وهذا دورنا بطبيعه الحال مع المصالح من وزاره الفلاحه يمكن معناتها اولا حطينا سعر مرجعي ثم جبدنا الاسعار الى الاسفل باش ما تصيرش كل عمليات المضاربه، على خاطر للاسف في الرحابي حاليا في عديد نقاط البيع فما برشا مضاربين، يبدا قاعد على الكرسي ياخو 10 علالش العلوش على مليون، يا هو قاعد على بلاصته غاديك يبيعهم ويزيد في العلوش 200 و300 دينار، يخرج نهار وبزوز ملين وهو قاعد على كرسي غاديك، وهذا حال مضاربه كبيره ياسر ويرفع في الاسعار ويرفع في الاسعار فهمتني ولا ويخلق جدال، على خاطر فما برشا رحابي ماهيش منظمه فهمتني ولا احنا ولينا نراو بين الرحبه والرحبه رحبه، يعني اليوم والتونسي اللي يمشي معناه سنة اقل للامانه، سنة اقل بصفه كبيره ياسر مقارنه بالرحابي، عدد الرحابي اقل بصفه كبيره ياسر فهمتني ولا شنو حقيقه البيع عبر الانترنت؟ هذه تجبع منها من بين التجارب اللي كان ممكن تحل شويه الزحمه والازدحام على نقطه البيع في شركه اللحوم. احنا عملناها التجربه هذه كانت سنه 2021 تعرف وقتها في فتره الكوفيد وكانت تجربه ناجحه جدا بالنسبه لنا احنا اقل شيء في تقييمنا، هي باعتبار كونه عديد المواطنين اللي هم اولا خوفا على صحتهم ما يمشيش للرحبه حطينا لهم على الانترنت وكانت معناتها عمليه ناجحه. علاش ما توصلتش الفكره باعتبار وانه سياسه القرب يعني نعتمد صحيح. سياسه القرب ولمن يتعذر عليه انه يتنقل خاصه من كبار السن واللي ما يحبوش الدز واللز اتسيتيرا للامانه معناتها احنا حابين نجدها، لكن وملاحظتك في بلاصتها، لكن يبقى ديما راهو برشا عباد جو الرحبه ويختار في هذا ويصوم في هذا ويناقش اتسيتيرا يبقى ديما عندك الشارم نتاعو اي عنده الشارم نتاعو والتونسي يحب هو معناتها تعرف حتى من حيث في المخيال نتاعنا راهو الى 5 ولا 10 سنوات التالي راهو كان عيب انك تشري العلوش نتاعك بالميزان، يا اخي شنو يقول لك رديت هنا مقارونه ولا سميد تاخذ فيه بالميزان، معناتها لا الضحيه هذيك الربي فهمتني ولا ما ناخذوهاش بالميزان، لازمك تشوفها انت كذا فهمتني ولا، لكن توا بتطور العقليات وبتوفر نقاط البيع هذه بالميزان في عديد الولايات فهمتني ولا المستهلك ولا يقبل اكثر على هالنقاط البيع هذه كما قلت لك على ما توفره اكثر من ضمانه ومن شفافيه للمعاملات. عندنا نقاط من المنتج للمستهلك؟ هذوما هما نقاط احنا قداش عددهم محصور عدد نتاعهم؟ مش محصور لكن في كل ولايه تلقى نقاط البيع هذه، معناتها كل ولايه نظمت نقاط بيع بالميزان وفما كذلك الخواص، طبعا احنا في الشركه عندنا مثال احد الخواص مكناه من فضاء اللي هو بيع فيه بالميزان معناتها فهمتني ولا وفي علاقه معناتها كونه يبدا ديما قريب ياسر للسعر المرجعي اللي حددناه سواء مع مصالح وزاره الفلاحه او اتحاد الفلاحين. ممتاز، عمليه البيع باش تتواصل الى يوم يعني غد الى يوم غد ولا خاطر ساعات كنتوا تقعدوا حتى اليوم العيد يظهر لي ستار فما سنوات لا احنا يوم العيد السنه وكنا تجربه اخرى كونه احنا منذ 3 سنوات نحلوا الباتوار نتاعنا للمواطنين للناس اللي تحب تذبح العلوش نتاعها معناتها نوفروا الخدمه نتاع الذبيحه ونتاع تكسير العلوش وغسل الدوار معناتها المواطن اللي يحب يهزه جاهز هنا يحب يهزه جاهز يطول باله شويه بعنا وكاو لخاطر الاقبال العدد كبير ياسر معناتها شيل قزاد طبيب بيطري يفحص له الضحيه نتاعو معناتها على عين المكان غاديكا، لكن بالنسبه لنا احنا معناتها اخر الكميات سواء في المذبوح او كذلك في الحي تنتهي غدا ان شاء الله فهمتني ولا كما تعرف راه فما ناس تخدم وناس باش تتنقل زاد يخدموا معنا في الشركه وتعبنا برشا معناتها للامانه ونحياهم نحياهم معناتها حتى للعاملين في الشركه اللي خدموا معنا معناتها كانت بالحق معناتها تصور انت ناس عندنا الى جانب العمل قبل بفتره في العشر ايام هذوما معناتها كان تعب كبير ياسر، نحيي زملائي في الشركه اللي خدموا بتفاني كبير ياسر ونجحنا
العملية والحمد لله نجحنا العملية والغاية متاعنا تبقى دائما احنا كمؤسسة عمومية المواطن مؤسسة عمومية تحت شرف وزارة التجارة والتنمية الصادرات يبقى دائما المواطن الملاذ الأخير متاعه هو الدولة هو مؤسسته المؤسسة العمومية متاعه حتى لتعديل الأسعار يعطيك الصحة وهذه الغاية متاعنا احنا الغاية متاعنا انه بالحق فما للأمانة للسوق متاعنا راه في برشا مضاربة في برشا ارتفاع الأسعار دورنا بطبيعة الحال باش نجبدوا الأسعار إلى الأسفل باش تبقى الأسعار في مستواها الحقيقي باش نبعدوا على المضاربين هذوك الكل وتو مثال احنا في معناتها من الطرافة فمرحابي بحذا الشركة وقت اللي نجيبوا احنا الكميات نتاعنا الصباح فهمتني ولا يوقفوا هما البيوعات أو يطلعوا في الأسواق على أول ما توفى الكميات اللي عندنا تضرب التليفونات يولي يرجعوا في يرفعوا في الأسعار خاطر يقول لك اللي يجيو لشركة اللحوم ما عندهم من شهر باهوش يجيونا لينا احنا هتونا نضربوا ضربتنا غاديكا فهمتني ولا للأسف يعني للأسف موجود 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 ان شاء الله تكون معزولة لكن هو سوق حر معناته المواطن نقول له يرد باله أكثر فهمتني ولا يثبت مليح فطنة المواطن هنا يعطيك الصح قل لي سي طارق كاين فما دورات تكوينيه زاده موجوده متواصله الدورات التكوينيه هذه تنتهي اليوم تنتهي اليوم اي عملنا دورتين تكوينيتين نسبة الاقبال عليها وشنو تكونوا بالضبط يعني شنو هي المحتوى نتاع الدورات بالضبط. هذه احنا عملنا دورتين تكوينيتين لمده 3 أيام لكل دوره هي احنا خممنا على اساس المواطن برشا مواطنين يقول لك انا ما نعرفش نذبح قلنا ايش اذبح عن قلنا بعد تالي فكرنا على اساس المواطن ينجم يسجل في الدوره التكوينيه هذه احنا عندنا مركز تكوين خاص نتعاون معاه في الجانب هذا 3 أيام فهم يوم نظري ويومين تطبيقي معناتها يوم نظري فيه دراسة في مركز التكوين ونهارين يعملهم في البطوار عندنا غاديكا يشوف الذبيحة يذبح معانا يعرف كيفاش يسلخ العلوش فهمتني لا نعلموه كيفاش يكسر العلوش فهمتني دونك فما معناتها يخرج بشهادة تمكنوا انه نهار العيد ينجم هو يذبح مقابل الدورة هذيا بتحال 70 دينار ب 70 دينار رمزية يعني رمزية ونعطيوه دبش من عندنا معناتها ياخذ اللبسة نتاع الذبيحة هذيك اللي يستعملها من عندنا احنا فهمتني ولا كانت دورة الأمانة احنا حليناها قلت لك دورتين من 48 ساعة معناتها كانت كل البقاع محجوزة دليل على انه التونسي زاد يحب يتعلم على خاطر تعرف انت في الذبيحة ما يذبحش كاللي هو يذبح ليه والجار والخوه والدعم وتسيترا وباهية حتى التقاليد هذه عندنا بتلقى واحد بركة في العيلة يعرف يذبح لكن يذبح العشرة من الناس غاديكا حي كامل بالضبط يعطيك الصحة محلاهم هم العادات الحقيقة يعني هذه الى جانب السنة نتاعنا انه الناس تفرح مع بعضها تتلم لما فرصة للعائلة وللأجوار زيدة كنت فما عادة ما نعرفش موجودة ولا ليه الناس اللي ما عندهمش وين يحفظوا الأضحية نتاعهم سي طارق هل من الممكن أنه يقعد عندكم معناها ويتسلموا يوم العيد والا لا كيف هذه الخدمات اللي صحيح. تقدمها احنا عملناها لمده سنتين معناتها السنه للامانه معناتها كان عندنا شويه لخاطر جبنا العلالش في كل فرد وقت لتزويد الناس الكل ما كانش عندنا فضاء باش نوفروا الخدمه هذه رغم الطلبات الكبيره للامانه وهذا معناتها انا نوعد بصفه شخصيه معناتها كونه ان شاء الله العمليه هذه تولي خاطر نهيئوا مكان مخصص للعمليه هذه كل سنه على خاطر تعرف انت الناس الكل توا في ديزابارتمون ما ينجمش يخلي العلوش ودنيا سخونه ودنيا سخونه كذلك فهمتني ولا كانت عندنا تجربه هذه السنه للامانه ما جددناهاش لكن ان شاء الله انا نوعد شخصيا كونه لعاقات لقينا طلبات كبيره ياسر نحب نسهلوا على المواطن لو ماكسيموم باش معناتها العيد نتاعنا يتعدى في ظروف طيب والناس كلها تعيد بقدر ربي ان شاء الله هذه اللي نتمنوها ان شاء الله ديما عيدنا في تونس يتعدى بخير ويتعدى نوصيو على النظافه نوصيو على النظافه بعد العيد اي نوصيو على النظافه بعد العيد ما نطيشوش نشوفوا كل المظاهر اللي هي بعد العيد فهمتني ولا احنا هذاك علاش حلينا البطوار نتاعنا نهارة العيد بور ايفيتي كل الجلد اللي مطيش وكل معناتها الاسلاب اللي مطيشه لبرا فهمتني ولا في تونس منظر تونس العاصمه بعد العيد معناتها للاسف يولي كارثي خاصة نعاودوا نقولوا معسخانه مره اخرى معسخانه بطبيعه الحال ماذا بينا نجموا نوصلوا نتائج خايبه برشا الحقيقه ناموس وذبان وغيرها من الكوارث البيئيه قل لي سي طارق اخر مساج نجموا نوصلوه للتوانسه اليوم اللي يتفرجوا فينا اللي ما عندهمش فكره اللي توا متردين اللي يقول لك نصدم نمشي للرحبه ما نمشيش اسمع الحوار هذا ويحب يتصل بكم ويحب يتواصل معكم يمشي في اللحظه هذه يخرج من داره يمشي يقصد ربي للشركه ولا يخلي غدوه ساعه تو يظهر لي حسب التوقيت سيء الحال سيء كل شيء احنا من 6 نتاع الصباح ل 5 نتاع الصباح العباد يجيو المواطنين باش يحجزوا مكان سواء يمشوا اللحم معناتها المذبوح واحنا حلينا حتى الجانب لي كوموند معناتها اي مواطن نجم يتكمندا اختار سقيطه وسقيطه كامله وحاليا قاعدين اون ليفر لي كوموند نتاع العباد فهمتني ولا اللي نقولوا كونه
معناتها في قراءتنا للسوق كالعاده كونهم اليومين هذوما باش يشهدوا تراجع، واحنا لاحظناه حتى اليوم الصباح معناتها في الرحبه فما تراجع بين 50 الى 100 دينار توصل حتى ل 120 دينار في سعر الاضاحي في الرحابي. تعرف دي من اليومين الاخرانيين تبقى دائما الفلاح ما يحبش يروح بالسلعه نتاعو معناتها لا 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 هذه اللوجيك، هذه اللوجيك حتى اللي يعتمد هالشيء تعرف موجودة. اللي يخلي يروحوا لاخر لحظه وليله العيد ساعات بالضبط، فما شكونيش نهار العيد معناتها موجود معناتها الرحابي حاليا قاعده الاسعار قاعده تتراجع فيها ينجموا المواطنين يمشيوا حتى الرحابي ومعناتها ويشريوا معناتها والاسعار بدات تتراجع نوعا ما. شكرا لك سي طارق، حبينا تكون بحضينا باش نشوفوا بالحق يعني العيد في جزء كبير منه هو هذا في اللمسات الاخيره وفي السويعات الاخيره قبل عيد الاضحى. ان شاء الله ربي لا يكسر رب عائله قدام عائلته قدام صغيراته قدام وليداته، وان شاء الله الناس الكل تعيد مرتاحه وهنيه البال وان شاء الله تاكلوه بالشفاء والصحه. شكرا لك سي طارق، نورتنا بالحضور. مواصلين هزكم التوزر المره هذه يهزكم زميلي مراد مزيود مباشره في مواكبته الخاصه لمهرجان الموسيقى توزر وراجعين.